وحول أهم ما أعلنته إدارة منتدى شباب العالم حول النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم مع الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم، هذه المرة هي نسخة استثنائية. لماذا؟ لأننا نعود مرة أخرى لفكرة التطبيق الفعلي على أرض الواقع. ها نحن مرة أخرى نؤكد على أن التطبيق أهم كثيرا من الأقوال والخطط المختلفة. لذلك هذه النسخة مختلفة، لن تنطلق بشكلها المعهود، وهي انطلاق المؤتمر على مدار أيام مختلفة في مكان معين مثل منتدى شباب العالم في نسختها الرابعة وغيرها في شرم الشيخ، ولكن هذه المرة سيتم تحويل يعني الداعمين والأموال التي تأتي من الداعمين لمنتدى شباب العالم لتقوم بمبادرات حقيقية يتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. هذه المبادرات هي بالطبع ستكون تحت سبعة محاور وست مبادرات مختلفة. هذه المبادرات على الأول منها وهو الأهم هي فكرة العمل المجتمعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك سيكون هناك دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. والعام المقبل سيكون هناك مؤتمر آخر يعني تحديد وأيضا الإعلان عن النتائج التي خرجت من هذه المبادرات والمحاور. أيضا جزء هام جدا من الخروج بهذه النسخة بشكل مختلف وهو أخذ هذا الدعم المادي وتطبيق إحدى الفعاليات المهمة جدا ستكون داخل مصر وخارج مصر، وهي التعامل مع أو دعم الدول التي تأثرت أو تضررت بالفعل من التغيرات المناخية أو تضررت من الحروب. هذه نقطة. هناك أيضا نقاط أخرى متعلقة بدعم الشباب كلها متعلقة بالتنمية المستدامة. هناك أيضا بعض بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بالفعل اليوم بين منتدى شباب العالم وأيضا التحالف العربي والدعم التحالف العربي وأيضا بمشاركة العديد من الجهات. هذه بروتوكولات التعاون تهدف في النهاية للعمل التنموي. لذلك كما ذكرنا هي نسخة استثنائية، نسخة تنفيذية أشاد بها في حقيقة الأمر الداعمين لمنتدى شباب العالم، أشاد بها أيضا منظمة الأمم المتحدة، أشادت بها أيضا منظمة الأمم المتحدة وأيضا منظمة الصحة والسكان بالأمم المتحدة UNPA. لذلك يعني هذه الإشادات كلها يعني ركزت على أهمية التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ومنها أيضا التوعية. جزء من المبادرات هي مبادرة التوعية للشباب وأهمية دور الشباب في المشاركة في حل المشاكل المجتمعية، ولكن هذه المرة سنأخذ هذه الأفكار يتم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع. وبالطبع هذه يعني ربما استكمال لنجاحات منتدى شباب العالم في نسخة السابقة، على سبيل المثال النسخة الرابعة التي خرجت ببعض المبادرات، وهذه أيضا مبادرات جديدة تخرج ليتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. وهذه نظرة عامة عن ما حدث في المؤتمر الصحفي للنسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم الذي سيخرج هذه المرة بشكل جديد وليس بالشكل المعهود، شكل المؤتمرات والمبادرات لخدمة حقيقية للمجتمع.